طيب هلا شباب بدنا نحكي عن الويرد نت والجلوبال ويرد نت. الجلوبال ويرد نت او الجلوبال سوري الويرد نت والجلوبال ويرد نت. الويرد نت هو عباره عن لينغويستيك اونتولوجي اذا بدك تسميها. في ناس بسموها شيء ثاني للغه الانجليزيه، وفي شيء اسمه جلوبال ويرد نت. هلا بنشوف شو القصه. المطلوب ريدنج ماتيريال تاعت الماده اللي هي السلايدز، كل شيء بحكيه. وفي بصراحه يعني اهم شيء اللي هو تقراوا لي الانترودكشن تو ويرد نت ان اونلاين ليكسيكال داتابيس، في ارتكل اللي هم للناس اللي عملوها موجوده هون. وفي ارتكل ثاني كليننج اب ويرد نت توب ليفل، لبعض الانتقادات والتصليحات المقترحه على الويرد نت من نيكولا غورينو والدو جانجيمي واخرين. طيب اول شيء بدنا نشوف الانجليش ويرد نت، بعدين في شيء اسمه يور ويرد نت، بعدين في شيء اسمه جلوبال ويرد نت. ماشي. الويرد نت انعمل من لينغويست وسايكولوجيست في 85. هذا كان جروب في جامعه برينستون في امريكا، وبصراحه ما كانش اسمه اونتولوجي ولا حد هلا. بجوز كثير ناس اصلا برفض انه يقبلوا انه هقول لك لا نو نو هذا مش اونتولوجي، يعني قد مجازا نسميه هون لينغويستيك اونتولوجي. كان المقصود فيه انه تسميه منتال ديكشنري، يعني هذا الديكشنري ما بينطبع على الورق، ما بينطبع على الورق، بزبطش ينطبع على الورق اصلا. ها فهو لانه هو الشبكه في نتورك. هلا تقدر تسمي الكترونيك ديكشنري، تقدر تسمي منتال ديكشنري، تقدر تسمي سيمانتيك نتورك، كونسبتشوال ديكشنري. هلا بنشوف كيف الاشياء ممثله فيه. هو مش في كل اللغة الإنجليزية، بس عن جد هو comprehensive لأنه بغطي the most frequent words و adjectives و adverbs و nouns من اللغة الإنجليزية. مبني على أساس المعنى، وهو بيعالج بالضبط 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 مشكلة السينونومي والبلوسومي، يعني في البلوسومي تعدد المعاني، وعامل grouping للسينونومي الأشياء اللي مشتركة، وفيها كمان اللي هي إشي بيشبه السب تايب ريليشن. طبعا اوبن سورس، اي واحد بيقدر ينزل الداتابيس بعده فورماتس كومبليتلي اوبن حتى للكوميرشال. طيب بالضبط ايش هو؟ شو كيف عالج السينونومي؟ اجى جاب كلمات اللغه الانجليزيه، ها، وكان اوكي زي مثلا فيرنيتشر، بيس اوف فيرنيتشر، ارتكل اوف فيرنيتشر. هذول الهن معنى مشترك. بيرو، دريسر، تشيست اوف دراورز، لهم معنى مشترك. تيبل، تابلر، لهم معنى مشترك. في سياق ما. كاتيجورايزيشن، كلاسيفيكيشن، لها معنى ايش؟ مشترك في سياق ما. فهلا كل دائرة زي ما انتم شايفين هون، هاي بسموها سين ست. يعني جاي من ست اوف سينونيمز. ست of synonyms. في ثلاث اشياء نعرفها عن هاي السنسيت. يعني شو سنسيت؟ يعني ست اوف سينونيمز اللي هم شايفين الكلمات هذول، سلي من الكلمات، اري اوف ويردز، سلي من الكلمات تشترك في معنى ما. في شيء بنسميه جلوس، في لها جلوس. طبعا مش مكتوب بالطريقه ان درستوا شو الجلوس، وحدرسكم كمان اليوم كمان مره ركز على الجلوس مثل العربي اونتولوجي، مش مكتوب بالطريقه تبعتنا. حتى هم مرات بسموهوش جلوس، بسموهوش كونتكست، سياق. سياق بسموه. هلا سياق يعني ايش؟ يعني انه هاي الكلمات في سياق ما ممكن ايش؟ نبدلها مطرح بعض. هو هذا الكلام بالضبط معناه اللي كنا قبل شوي نحكيه في المحاضره السابقه. كنا نقول ايش؟ انه كل كلمة لها عدة معاني، وقد يكون كلمتين اللي هن يصير إلى نفس ايش؟ المعنى. في شيء ثاني شيء كمان نقوله، شو هذا؟ الرقم. هذا اللي بنسميه سينسيت اي دي. شو يعني سينسيت اي دي؟ اي دي كل سنسيت لها قديش رقم؟
لها رقم يونيك ايدنتيفاير. يعني اذا كل سنسي تتكون من رقم رقمها هذا هو يعني رقم من معنى set of words set of synonyms انجاز التعبير يشترك في سياق ما في ان وصف جمله جملتين زي الجلوس عندنا تقريبا ماشي مفهوم عنه لكل او لموست كومن ويرد في اللغه الانجليزي هاي اول اذا شو فهمت شو السينونيمز كيف مثل في الوورد نت كيف مثل السينونيمز في الوورد نت ديما السينونيمز مش مجموعه من الكلمات مع بعض لهم معنى مش السينسيت انا قلت انا ما سالتش عن شيء السينسيت انا سالت كيف السينونيمز ممثله بالوورد نت خلاء من طريق السينسيت بالضبط ها لهم ما لهم رقم ولهم جلوس بشرح السياق تبعهم هلا اكسرسايز في البيت تسووه حاولوا يعني ليست ديفرنت مينينجز اوف ذا ويردز حاول توجد ايش السيمبوليزم اللي تعدد معاني كلمه جدول كلمه اري كلمه ماتريكس كلمه بيرو لو رحت على قواميس وحصرت المعاني تبعتها هذا الاكسرسايز بتسووه ايش عن جد سووه انه اذا ما سويتوهوش انا فيش مجال نسويه بالصف كان بيودي نقعد هلا كل واحد يفتح ديكشنري بجمعهم بس الموضوع بيطول ها فهذا اكسرسايز في البيت منيح هلا زدت المجموعه تبعتي فيرنيتشر بيس اوف فيرنيتشر ارتكل اوف فيرنيتشر اللي هو نفس في سياق ما له نفس المعنى ستريم هون كلمه هذا السينونيم له كلمه لحاله ارينجمنت لها كلمه لحالها اري تابع للاري نايل ديسك تيبل بوث كالندر تيبل لاحظ تيبل وتيبل كونتنتس او تيبل اوف كونتنتس بيريودك تيبل ماتريكس كلاسيفيكيشن كاتيجورايزيشن ارينجمنت هلا كيف نمثل البوليسيمي انا ورجيني قبل ما انا اشرح وين البوليسيمي شو معنى البوليسيمي يا مرام انه اكثر من كونسيبت نفس المعنى طيب وين البوليسيمي هون في الوورد نت هناك تابل وهناك تابل والتابل الري انه هذول بيشيروا ل يعني قصدك هاي يعني وردت كيف انه وردت كيف البروسيمي في الوورد نت انه في سنسيت ما قد تكون هاي مثلا تابل وهاي كمان يعني انها الكلمه تورد باكثر من سنسيت هاي هي هيك مثلت البروسيمي لانه كل سنسيت عباره عن معنى مظبوط كل سنسيت عباره عن معنى ماشي هاي البوليسيمي في على فكره يعني هو المثال هذا مش كل شيء هذا بس هيك يعني تيبل لها اكثر من طيب الجلوس في الوورد نت هو اتس ا شورت جلوس بروفايدد فور ايتش سنسيت جلوسز ار اكزامبلز اوف كونتكست سياقات يعني إنه for many words sense bears telling us how words with specific senses are being used in context. Okay, يعني هو معنى أو هو مو شو هاد برضو سياق ما وكأنه بنحكي هون معنى ما لاحظين معنى ما فهمتوا ولا لا واضح طيب لو جينا سألنا كم عن statistics عن الوورد نت كم سنسيت في بالوورد نت ها كم سنسيت في بالوورد نت 117000 شو يعني 117000 117000 منى شو يعني 117000 117000 سنسيت يعني 117000 معنى طيب كم words في عنا كديش كلمة موجودة باللغة الإنجليزية الموجودات بالوورد نت مش كل كلمات اللغة الإنجليزية لاحظ إنه هنا في عنا مرات نحكيش على وورد على فكرة إحنا نحكي على لكسيكال يونت يعني كاد الإشي يكون زي ما هو مثلا piece of furniture piece of furniture table of contents ما فكم وورد عنا وكم لكسيكال يونت عنا أو بسموها في الوورد بسموها وورد فورم
مش لكسيكال يونت اسمها وورد فورم. كم وورد فورم عندنا؟ 155,000. 155,000 كم سنسيت لهم؟ 117. كمان مره هذا مش كل اللغه الانجليزيه ذا موست كومون، بس انت على فكره لو تستعمل الوورد نت تلقوا انه يعني عن جد الكل اللي بدور عليه تلقوا. ليش؟ لانه كل اللي يجي على بالكم موجود، بس اكيد في شغلات نادره الاستعمال مش موجود. طيب ممكن خلينا اشوف هلا لو جينا كم هذول ال 155 ايش وورد فورم قديش منهم ناون؟ 117,000 يعني غالبيتهم ايش؟ ناونز. بس 11,500 فيرب. دائما على فكره عدد الفيربس اقل كل اللغات على فكره. الادجكتيفز 21,000، الادفيربس 4,000 مثلا مجموعها لمكسمات يعني مش بس كلها بس ويرد، لانه في مرات الفيربس موجوده زي كلمه تيبل. تيبل في 6 كونسبتس كناون وثلاثه كفيرب. تيبل لما بقول لك تيبل ذيس ايشو يعني تيبل ماي كالندر زي جدوليها. هلا لو سالنا منى سؤال، شو بتفهمي 155,000 ل 117,000؟ يعني في مثلا في عدة وقت تكون قسمنا مع الجوال قسمنا 155 تقسيم 117 1.2 صوتك كم هنا؟ 155 هم الويب فورمز وال 117 هم المعاني. اذا في اشياء مشتركه حتكون عندك. اها اول شيء في اشياء مشتركه اكيد طبعا سنسكس بيزيد ماني ووردز في كثير. وعلى فكره قد يكون انه مره اذا شفتوا عدد الويردز اقل من عدد المعاني بصير ولا ما بصير؟ عدد الويردز لو انت شفت رقم هون بالصدفه لا، بس لو كان عدد الويردز اقل من عدد السنسز ممكن تتكرر اكثر من مره في السنسز. اكثر من معنى؟ انه كلمات اكثر من معنى لا بصير. لا بصير عدد الويردز اكثر من عدد السنسز 1/3. هنا يعني بالصدفة إنه في الويرد إنه كل كلمة إلها بمعدل 1/3 إيش معاني. بس في حالة أو في حالة أخرى لو شفنا عدد الكلمات أقل من عدد المعاني شو هذا الكلام معناته؟ يعني كثير كلمات أكثر من معنى. كثير كلمات كثير معاني بيشير نفس الكلمة يشعر لها أكثر من كلمة. يعني وكأنه جبنا كلمة جديدة مرات بنجيب كلمة جديدة بس لما نيجي نحط معانيها بنلقى كل المعاني هذيك لها كلمات اخرى، فهو زي اللي ما زادش عدد المعاني. فهمت علي كيف؟ فهمت علي؟ كانه الدوائر هذول ها؟ كيف؟ الدوائر هذول الدوائر؟ مش تاس الدوائر الكونسيبت هذول هاي البوكس هذا هذا على فكره هذا البوكس زي كونسيبت طبعا طبعا والكلمات اللي جواها يسموها الكونسيبت. طيب هلا خلينا ناخذ العلاقات. هلا لحد هلا كل اللي درستوه البوليسيمي والسينونيمي تبعت الويرد نت. هلا بدنا ناخذ العلاقات الموجوده داخل الويرد نت وهنا الانترستنج. هلا في علاقه بنسميها هوبونومي في الويرد نت، هي اهم علاقه اللي هي غالبيه العلاقات كلها هوبونومي. وفي شيء اسمه مرونومي. علاقة الهوبونومي اللي هي او مثلا شو بنقول لها؟ الإز أريليشن. ها؟ أو سب أو سوبر أوردينيت. عارفين يعني هاي وكأنها باللي بتعرفوا أنتم؟ شو هو؟ سوبر تايب. تايب أوف. سب كلاس أوف. اللي هي أنا راسمها بالسهم إيش؟ الأخضر. يعني هلا working table it's a subtype of او نكون is a disk ها وبوث شو انا بوث في الاكسبوتيك مش في بوث ها هذا الموجود هلا البوث كل على فكره كلمه بوث انها بجوز اكثر من معنى بس البوث بنحكي على الفرنتشر ها انها ايش
is a desk والديسك is a table والتابل is a furniture ونطلع ونفس الاشي هون الكالندر is a table والتابل is an array والاري is an arrangement ونطلع الفيرنيتشر او نقدر نقرا من فوق الفيرنيتشر في عندنا عده انواع على فكره هون مش كل شيء موجود هون بس اكزامبل الفيرنيتشر ممكن يكون عندنا البيرو يعني بيرو ودريسر وتشيست اوف دراورز هذا مفهوم وفي كان يكون تيبل ففينا نرسم الشجره من فوق وفينا نرسمها من تحت او اللي هو يعني ملاحظين هاي علاقه ايش بنسميها هوبونومي هلا وفي علاقه ثانيه اللي بنسميها المرونومي شو يعني مرونومي مرونومي شو يعني مرونومي يا مرام شو المثال الموجود عندي شو هو هلا بقول لك شلف والدراور شو يعني دراور جرور بالجرور شو يعني دروور؟ ها؟ جرور تصادف يعني ها؟ وفي عندنا بيرو، شو يعني بيرو يا مرام؟ بيرو يعني ايش عندك بيرو؟ ايش عندك بيرو؟ شو بسمي شو بسمي؟ برايفو غرفة النوم البيرو تواليت ها؟ تواليت بتوقع انها كلمة فرنسية ما بعرف هلا أو بنسميه دريسر دريسر هلا شو في جزء منه؟ ها؟ يعني الدروور هو جزء من بيرو شيلف شو يعني شيلف؟ الرف جزء من البيرو راح انه دروور هو شو السوبر تايب تبعه؟ بيرو كونتينر سوبر تايب وهو جزء من البيرو مثلا ملاحظين كيف؟ هلا تخيلوا هلا كل الكلمات اللي قلنا عنها 117 ألف سنسيت كلهن مربطات في بعض بالطريقة هيا يا منى توبونومي ومرونومي ملاحظين كيف؟ طب وهي السينونومي بتعرفوا كيفين شايفين كيف السينونومي موجودة مزبوط؟ يعني لو هاي كله هاي بكون خزنوها بداتا بيس تقدروا تخزنوها بداتا بيس مزبوط؟ كيف تعملوا التابل؟ وين هون مبرمجية؟ كيف؟ بنحط الكلمات بنعملها اي دي بنحط السنسيت نمبر اللي هو الاي دي هلا بعدين نعمل على تيبل اللي فيه السب تايب بنحط فيه السب والسوبر بنحط الرقمين مزبوط؟ هلا كل سنسيت اي دي لها عدة ارقام مزبوط؟ اذا بدنا نطول السينونومي شو بنساوي؟ يعني بعمل تيبل اسمه سينونيمز بحط تو كولونز واحد رقم السنن ورقم السنسيت واحد ايش واحد لا واحد الكلمه ورقم هلا السنسيت وايش رقم الكلمه رقم اه 1 تو ماني الكلمه ورقم هو السنن 1 تو ماني بالضبط هيك مؤيد السنسيت مثلا قديش هاي بكذا رقمها هاي 0 3 4 1 0 6 3 5 3 5 بحطه شو بحط بحده كل الكلمات فيرنيتشر وكمان مره بحط اكرر بحده بيسو فيرنيتشر كمان مره ارتكل فيرنيتشر فاذا بدي السينونيمز شفتوا كيف اذا بدي امثلها بداتابيس والسب تايب بقدر احط تيبل سب السوبر واحد سب واحد سوبر واحط ارقام السنسيتس والارقام الكلمات ارقام السنسيتس والارقام الكلمات بحط سنسيتس سنسيتس يعني كونسيتس باختصار طيب نحكي عن الهوبونومي شوي صغيره هلا تعريف الهوبونومي في الوورد نت اسنسيت في لها عده كلمات اكس اكس برايم و و و هذول مع بعض زي هذول بنقول از هوبونومي اوف ذا سنسيت ثاني يعني هاي السنسيت هوبونومي اوف هاي السنسيت صح in a native english speak sorry if هذا وين انتهى يعني انه هاي هوبونومي اوف هاي يعني هاي السنسيت هوبونومي اوف هاي السنسيت if native language speakers accept sentences like
X is a kind of Y. مزبوط. بيرو is a kind of furniture. Table is a kind of furniture. Disc is a kind of table. ماشي؟ شفتوا كيف؟ يعني لما اجوا صمموهم لما عملوا منين طالوا هذا خط اخضر. فكروا كعادوا لغويين يسموه؟ بناء على شو طيب؟ بنفرض انه بناء على شو؟ اي شيء بيقبلوه اللي بيحكوا انجليزي انه الصحن هو من اوف ادوات المطبخ. موافقين؟ موافقين. يلا سوري مش هوبونومي بقولوا كايند اوف كذا كايند اوف كذا موافقين؟ معناته بزبط. نحط هلا هوبونومي علاقه الهوبونومي هاي هي ترانزيتيف واسيمتريكال. شو يعني ترانزيتيف؟ يعني اذا هاي هوبونومي اوف هاي او هاي سب كايند اوف هاي وهاي سب كايند اوف هاي معناته في ذس سب كايند اوف كايند اوف فيرنتشر. شو معنات اسيمتريك؟ متماثل. انها هاي مش متماثل. كيف يعني؟ يعني مزبوطش اشي يبكى سب يعني اذا ايه كايند اوف بي ممنوع يبكى هي اسيمتري معناته ممنوع يبكى ايه سب تايب اوف بي سو از هوبونومي جينيريتس. هلا هاي الهوبونومي بتعمل لنا ايش؟ هيراركال ستراكشر شجره مزبوط. وطبعا فيها انهيرتنس اوف اول فيتشرز اوف ذا مور جينيريك كونسبت. فيها انهيرتنس. هي على فكره هاي كل اللي كان ما حدش منكم اعترض على اسلوب كلامي بس هذا هو انتم المفروض تعترضوا لانكم اي تي. هلا انا هذا اللي سواه ناس لغويين وسايكولوجيست مش اي تي. هلا احنا على فكره المفروض نعترض يا شباب. شو الروت تاع الشجره؟ اول شيء شو الروت تاع الشجره؟ ثينك. اتوقع انه ثينك بس بعرفش. في عن سوري انا غلطت في السلايد اللي بعده. في 25 يونيك بيجنرز بسموه. يعني هي عدة شجرات إذا بدك. وعلى فكرة ليس هناك ما إنها يكون ملتيبل انهيرتنس. يعني ثنتين مغذات أو سنسيتي لها تو سوبر تايبس. هلا في شمي الطب 25 واحد. أكت أكشن أكتيفيتي. Animal fauna artifact attribute او property body corpus. لاحظ انه مش كلمة هذول هم يسموهم ايش؟ يونيك بيجنرز اللي هم وين؟ خلاص 25 روت. ما بعرفش اذا كلهم لهم روت واحد بعدين بنسميه ثينج مثلا. ثينك يعني لو ربطنا كل هذول فوق وعطينا لهم ثينك بزبط بصير. يعني في السياسه بيسموهم الكابينت. اها الكابينت مصغر. طيب هلا على كل حال انا عندي مشكله بناخذها بجزء المحاضره الجاي. انا عندي مشكله ضخمه جدا بكل هذا الكلام اللي قلناه. ولولا عندي هاي المشكله كان بسوي ابحاث في العربي كونتولوجي بالمناسبه. ما حدش منكم شاف طلع يا وليد. هلا النايل شو النايل يعني؟ نهر النيل. إز أ كايند أوف ريفر وريفر إز أ كايند أوف ستريم. فيها مشكلة هاي؟ لا. لا. هاي كلها مشاكل. ليش؟ لأنه ليش شريها؟ لأنه هو إز إيه كمان. إز إيه وبارت أوف. يعني لا يعني يكون نهر النيل إز أ كايند أوف نهر ونهر إز أ كايند أوف ستريم. ما بعرفش بالعربي شو غلط لانه مش كان علاقه النهر النيل تحديدا بمفهوم نهر انستنس اتس ان انستنس اوف مش سب كلاس اوف. بس هو كل هاي الاشياء بنجي لها في المحاضره الجايه لما نحكي عن عربي اونتولوجي. هاي انا في عندي اعتراضات على كل حال. بس هذا هو الورد. ندرس علاقه ال المرونومي. المرونومي بنقول انه هاي مرونومي اوف هاي السنسات كيف
if the native language speakers accept a sentence like إنه إيش هاي has هاي as جزء منها أو هاي part of هاي. إذا كبر الواحد بيحكي إنجليزي هيك معناته صارت أوكي. مرونومي is transitive يعني كيف transitive؟ يعني لو البيرو سوري مثلا في إشي هو جزء من الدروة مثلا إيد الجرور إيد الجرار هي جزء من الجرار والجرار جزء من البيرو فهمتوا كيف؟ هلا والناس الإشي asymmetrical فهي transitive و asymmetrical وبتعمل hierarchy و since it may have multiple سوري هاي لازم أحذف الجملة أقولها anyway. طيب exercise ثاني بدي تسووه في الدار إنه ها عندكم هاي الكلمات كان هذا المفروض نسويه بالصف بس كمان مرة ما مرات الوقت إنه نأخذ الكار الأوتو الأوتوموبايل المشين الموتور كار نوجد تعدد معانيهن وبعدين نحط بينهن شو الهوبونوميز والمورونوميز ماشي هلا هاك نسويها كار او اوتو او موبايل او ماشين او موتور كار هذول على فكره بظبطوا ايش سنسيت كامله هذول شو سب تايب من شو فيكل من موتور فيكل اوتوماتيف فيكل مكرره سوري اوتوماتيف فيكل هلا هاي الها المفروض بكلها جلوس او هاي سب تايب من هاي وهاي سب تايب من فيكل وفيكل سب تايب من ترانسبورت والى اخره ها وهاي الها ايش سب تايبس شو يعني مثلا كاب تاكسي ها هاي هوبونومي طبعا الاخضر هوبونومي ماشي العجل ها هلا العجل او الستيرنج هلا هاي الكارميروس الباب البمبر الويندو هذول اجزاء من الكار هاي مرونومين وهذول الدور مثلا دور لوك هي اجزاء من مثل الكلمات اللغه الانجليزيه بالطريقه هاي يا شباب طيب في علاقة اسمها علاقة جديدة اسمها أنتونومي أنتونومي شو يعني أنتونومي يا جماعة؟ تشريك أنا إنه ما فيش أنتونومي إنه عكس أنتونومي علاقة بالعربي اسمها تضاد علاقة عيش عمار اسمها إيش؟ تضاد شو علاقة التضاد؟ علاقة التضاد طيب العكس الأسود لا أنتوا قلتوها أنا حكيت الضد هو قال التضاد طيب سؤال قبل ما ندخل على علاقة التضاد هاتوا أسأل سؤال هل الهوبونومي والمونونومي تزبط بين الكلمات؟ هل هي بين الكلمات وبين المعاني؟ تزبط بين الكلمات؟ تزبط ليش؟ خزاني وجرع خزاني وضع كله هاي الكلمة هاي كلمة هاي مونونومي هاي لا بس يعني احكي معناته شو ما في الكونسبت كيف بس مثلا بالكلمة؟ عم بتفكر انت بالكونسبت لأنه مثلا جررت الأبردو على التراكتور بالضبط بدي اجيب اي شلف خزانه وشلف رف مش كلمه وكلمه وهي صارت بين رف رف الحلال رف فانت عمالك بتفكر رف لك كلمه رف لها عده معاني بين المعاني بس الكونسبت تبع الشلف مش بالضبط طلع خلاص لا 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 على فكره كل محاضرتنا عن هذا الموضوع ركز معنا ركز معنا كل محاضرتنا سبق هدفها تورجي ايش هدف المحاضره كلها انه المعاني والكلمات رفعت خلص رفعتها طيب شكرا طيب هاي المرونومي تزبطش الا بيه تزبط بين الكلمات في حاله معها طيب المرونومي الهوبونومي تزبطش طيب السينونومي تزبط بين الكلمات اه
بالكلمات. طب تضبط بين المعاني؟ لا. هل هي علاقة بين الكلمات ولا بين المعاني؟ الكلمات. أيوة. إذا بدنا نفرق اليوم، بدنا نتعلم فرق شاسع جدا بين إشي بنسميه lexical relations والsemantic relations. السيمانتيك ريليشنز بين شو يا شريحة؟ سيمانتيك ريليشن والليكسيكال ريليشن بين الكلمات. طيب أنا بعطيني على فكرة علاقة ثانية بين الكلمات. لا 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 تطلعوش عليها هاي العلاقة، هاي تحديدا تطلعوش عليها. أنا بعطيني علاقة ثانية بين الكلمات. علاقة تشابه يعني اللي هي هيبونومي؟ لا بين الكلمات. كلمة رضوف كلمة بغض النظر عن المعنى. abbreviation 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 of BZU is abbreviation for Beers at University. مزبوط. abbreviation يعني هاي الأشياء، في أشياء بين الكلمات وفي أشياء بين المعاني. طيب بال ORM كلمات ال relations اللي بكلم نسويها، هي بين المعاني ولا بين الكلمات يا ناس؟ بين المعاني. كان شو رأيكم أيام؟ أنو بقول بين الكلمات؟ بين المعاني. لأنه بالنسبة لنا بقت فيش كلمة فيش بكنا نش نتعامل مع الكلمات، بكنا نتعامل مع المعاني وإحنا مش دايما بس نربط لها كلمة واحدة. دكتور هنا جاهز للإنجليزي للعربي في إشي محاولة؟ لا إحنا بدنا نسوي قاعدين الإنجليزي المحاضرة اللي بعدها عن العربي. أنا بكلم محاضرة فوقفوني وتخرب المحاضرة بالكامل. كيف؟ إيش؟ حكيت المحاضرة. إذا أنا كتبت محاضرة وقفوني. بس أنت كاتب محاضرة بالكامل يعني. طيب. الأنتونومي بين الكلمات ولا بين المعاني؟ علاقة تضاد. هات ندرس أمثلة. هوت. هات اللي بيحكوا إنجليزي مليح هون. هوت. لا كلمات. عكسها. كولد. ماشي. نيو. كولد. وارم. وارم ها. وارم ولا وارم؟ صعب تفرقوا لأنكم شايفين إنه بس كلمة واحدة بين إيش؟ كلمة واحدة. هاي في آخر واحدة. طيب ثانية young. young immature. young عكسها old. لاحظوا young immature. هم نقدر نستعملهم يعني هم synonyms لما نقول in an early period of life بلا 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 يعني هذولا synonyms. طيب old هل نقدر نقول ال young عكس ال old؟ مزبوط. طب ال young عكس ال immature؟ لا synonyms immature. ال young immature synonyms. sorry ال old وال immature. شو عكس الماتشور؟ اول بدنا نقدر نقول اول ماتشور. لا ماتشور عكس الماتشور. ماتشور اه بس تزبط الاولد؟ لا لا مش بتشتغل. بس لاحظ انه في ايش اجت مع اليانج. اليانج والاولد عكس بعض. لاحظ هان رايز اب رايز كم اب جو اب موف اب ليفت. هذول كلهم اسمها يعني هذول معناهن موف اب ويرد يعني. هذول سينونيمز. ملاحظ؟ هلا في عندنا كمان اللي هي الفول كم داون جو داون ديسنت سوري ايوه ديسنت. وفي عندنا هذول يعني شايف هذول بديش اقرا اقعد اقرا فيهم كلهم. هذا مثال بيورجيك شو انه رايز وفول هون اجوا ايش عكس بعض. بس اب رايز وفول ما جوش عكس بعض صح؟ طب هل هاي علاقة بين الكلمات ولا بين المعنى؟ المفروض بين المعنى بس هي موجودة بين الكلمات. لو بين المعنى كان أجل على كل المعنى. على فكرة هاي بصراحة أنا حطيته كسلايد هون بس هو لا يمكنكم تقدروا تحسبه إنها بين المعنى ولا بين الكلمة. خلينا نقرأ. هم بالنسبة لهم شو يعني؟ The antonymy, sorry. The antonymy of a word X is sometimes not X. Sometimes not X, but not always.
زي الأمثلة اللي أنا حكيت. Aware is not where. يعني الإشي الweird. طب شو يعني not هون؟ لاحظين؟ لأنه كلمة not المفروض تعكس المعنى. مش هو not يعني الكلمة عكس الكلمة. في إشي اسمه كلمة عكس الكلمة. في معنى عكس معنى. كلمة عكس هاي يمكن ترتيبها من آخر حرف لأول حرف. هذا إشي ثاني. An antonymy which means which seems to be simple symmetric relation. إذا إيه طب إذا كو إذا هاي عكس هاي معناته هاي عكس هاي is actually quite complex. هذا إشي معقد جدا. Yet speakers of English have little difficulty recognizing أنهم كلمات عكس بعض. حتى الإنجليز speakers. An antonymy is a lexical relation between word forms, not a semantic relation between word meanings. هي أقرب أنها تكون إيش؟ علاقة بين كلمات. ملاحظين؟ هي أقرب أنها تكون علاقة بين كلمات. Or some call it semantic relation between words. بس فيش شيء اسمه semantic relation between words. سوري غلط. على كل حال هذا الـ word ما هو مين سواها؟ ناس بيعرفوا بالمنطق؟ لا بعرفوا بالاي تي؟ لا بعرفوا بالرياضيات؟ لا سووا مية؟ بعرفوا شي لينجويس و سايكولوجيس. طيب على كل حال هلا في ديكشنري في ريليشنز ثانيه بالورد نت بس على فكره في ريليشنز ثانيه بالورد نت بس 90 بعرفش قديش 90% الغالبيه العظمى جدا 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 19 اني هي اني ريليشن موجوده التايب الهوبونومي طيب وما تبقى هذولا مش كثار. طيب هل الورد نت هل هو ديكشنري او سوري ثيزورس يعني مكنز هل هو ديكشنري انت شفته هلا شفته يعني لما هلا اورجيكم هاي هيك كل يعني الورد نت خلينا نشوف حتى هذا المثال احسن شوف كل اللغه كل اللغه الانجليزيه مثل هيك هل تقدر هل هذا جهوه هل هو ديكشنري؟ لا ديكشنري كلاسيفيكيشن اوف ووردز كلاسيفيكيشن اوف ووردز كلاسيفيكيشن اوف ووردز كلاسيفيكيشن اوف مينينجز لا لا الكونسبتس كلاسيفيكيشن اوف كونسبتس عشان يكون مور على كل حال شو الثيزورس ما هو برضه الديكشنري فيش ديكشنري زي الثاني التجروبس meaningful هلا شو الديكشنري شو الثيزورس بالمناسبه شو الديكشنري شو الثيزورس قبل ما نقول ديكشنري شو الثيزورس شو الثيزورس شو الفرق بين الديكشنري والثيزورس ثيزورس بالعربي نسميه مكنز مكنز اللي هو بتعطيك الكلمه بتعطيك ايش السينونيمز لها وبنعطيك السينونيمز لها بتعرف هذول الكتب الصغار اللي احنا في المدرسه كنا نشتريهم في اسمه قاموس هو بتعطي الكلمه وبتعطي حد عدد معها كلمات فيش تفسير للمعنى فيش شيء كلمات ذات علاقه شيء العلاقه دور انت هذا هو الثيزورس يعني مرادفات يعني هي مش مرادفات يعني واحد بحط لك الصحراء بحط لك حدها شو جمل ذات علاقه هي ذات علاقه مش مرادفه ذات علاقه قويه anyway فنو اتس نوت يعني او نقدر نشوفه yes. بس اذا نو ات ليبلز ذا ريليشنز لانه في 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 يعني العلاقات بين الكلمات والمعاني في الوورد نت لها لها ايش؟ لها اسم هوبونومي مورونومي انتونومي والى اخره بس في الثيزوروس بدون في علاقه نفس اسم the relations are limited هون مش فيش مثلا علاقه بروفيسور في الجامعه بجوز تلقاها في الثيزوروس بس هون ما بتلقاهاش ان واحد works at works at semantic relations طبعا هلا هاي ما بتلقاهاش بالورد نت بالورد نت محددات انواع العلاقات ما نقدرش نحط بدهم مش يحطوا كل شيء هلا related words are linked with specific concepts disambiguated thesaurus
is a bag of words. لأنه يعني هون بمعنى آخر كل سنسيت كل لستة من الكلمات مع بعض هذول السنسيت في إلهم كونسيبت معين كلهم كونسيبت هم كونسيبت بس بالويردنت هذول اللي بنسميهم مدرات الفعل لا هم مش مدرات الفعل هم مش هم ما تلوش كونسيبت معين ذكروا هم نقارن الويردنت بالثيزاروس many words linked in WordNet do not co-occur in same thesaurus entry. WordNet allows to measure and quantify the semantic similarity and distance. تقدر تحسب distance بين زي مثلا table وكلمة ثانية لأنه هي ضمن hierarchy معين مزبوط؟ طيب بدي أكتب بسرعة أنا في إشي نعمل إشي اسمه طبعا هذا عمل اللغه الانجليزيه مباشره بعرف شو سنه في الويرد نت في 96 في كان مشروع انه يعمل للغات الاوروبيه من 96 ل 99 مش كل اللغات بكت اللي هي الداتش والاسبانيش والايطاليان والجيرمان والفرنش والتشيك والاستونيان ما كانش كبير حجمها بس كانت الفكره شو الفكرة بقت interesting إنه الموضوع إنه هاتوا نجيب كل مثلاً هذول اللغات اللي عديناهم لغات أوروبية نعمل زي الإنجليزي بس نحط الإنجليزي بالنص وكأنه ليش تحطه بالنص؟ إنه هي يعني شو بمنع لما عنا إحنا شفنا باختصار شديد هاتوا بنحط زي الإنجليزي بس مش مهم الكلمة من وين جاي من أي لغة مش مهم من أي لغة الكلمة جاي مش بصير هلا هذا الكلام شو بالضبط شو هو زي مثلا عندنا كلمة رايد ودرايف وفي عندنا كلمة إيش موف أو جو هلا هاي الإنجليزي هاي الإسباني شكلها هاي الفرنسي هاي الإيطالي فاستعمل اللي هي بمعنى اخر السنسج تاعت الانجليزي وكانها بالنص بصير ولا ما بصيرش يعني بمعنى اخر لو جينا على اللغه الانجليزيه وقلنا اوكي هذول السنسج اللي عندهم هات نحط كلمات اللغه العربيه مع كلمات اللغه الانجليزيه على اوكي بجوز وليد يقول لي اوه نو ما كفيش في احنا عندنا سنسيتس سنسيتس يعني معاني او كونسيبت مش موجوده في طب مش مشكله ايش؟ نضيفها فنحطت بالنص الويرد نت هذا اليور ويرد نت فاستعملت بنسميه اللي هو انترلينجوال اندكس يعني ان ستراكشرد فند اوف كونسيبتس تو بروفايد ان افيشنت مابينج اكروس لانجويجز استعملت الانجليش وورد نت زي اللي هو الانترلينجوال اندكس يعني اللي هي تربط اللغات مع بعض اندكس ريكوردز ار مينلي بيزد اون وورد نت سنسز زي ما حكيت فيريوس تايبس اوف كومبلكس اكويفالنس ريليشنز ار ديستينجويشد يعني بمعنى لما هو ليش شو معناته نخلط نقول اوكي بغض النظر من وين جاي نحط الكلمه او يعني كيف طب لو بنينا لو بنينا العربي او الايطالي ويردنت الايطالي ويردنت الانجليزي ويردنت الفرنسي مثلا كل واحد بنينا مستقل فينا نعمل بينهم علاقه بين السنسيت علاقه ايكويفالنس انه هاي السنسيت ايكويفالنت لها ايكويفالنت على فكره معناته المفروض نخلطها ما هي اصلا كونسيبت ما هو اصلا في المخ بس بالوورد نت اكتشفوا انه اوكي ما بزبطش العلاقه بالضبط يعني مش ايكوفالنت 100% ففي عده انواع من الايكوفالنس ريليشنز طبعا هاي بتوين سنسيت مش الوردز اللي هي طيب تقراوا لحالكم ما فيش شيء جديد كل الكلام حكيناه ما نجحش كثير بصراحه اليورو وورد نت نو لا اكثر من سبب
لانه كل واحد اشتغل لحاله، الكفرج كل واحد غطى دومين بيختلف عن الثاني، يعني ما كانوش مرتبين الريسيرشز، مش لاسباب علميه وبعض الاسباب، يعني في كثير دوبليكيشنز، الاشياء غطوا اشتغلوا على اكثر من، لانه الانجليش وورد نت في معروف هاي مثلا 1.6 و2.1، هلا في وورد نت 3 صح؟ تعرف هذا الشيء؟ في وورد نت 3، يعني في الوورد نت في اكثر من فيرجن، كل فيرجن بيختلف عن الثاني. هذول اللي لما اشتغلوا في اليور وورد نت حتى استعملوا ديفرنت فيرجنز اوف وورد نت، هذا اللي ما كانش التنسيق معهم. هسا هذا يعني بعد ما طلع الوورد نت وصاروا الريسيرشز استعملوه، طلع اليور وورد نت، بعدين مباشره طلع شيء مسميه الجلوبال وورد نت. الجلوبال وورد نت بصراحه هو مش ريسورس، هو مش داتا بيس نقدر ننزلها، هي جمعيه. هي ايش؟ جمعيه. هاي جمعيه اسمها دي جلوبال وورد نت اسوشيشن. ها تاسست في 99، اي سوري، اليور وورد نت خلصت 99، بال 2000 صارت جمعيه هاي، وفي حوالي 50 لغه مشتركات، كل ما واحد بيعمل وورد نت يعني هاي وكل يشتغل ممبرز تبع الجمعيه بخبر الثانيين، بحاولوا يستعملوا نفس الستاندردز، بحاولوا يستعملوا نفس الارقام تاعت الوورد نت اذا امكن، حتى عشان الكونسبتس يضل مع بعض. ففي الارابيك وورد نت، بانتو، باسك، الباسك هاي، تشاينيز، بلغاريان، استونيان، هيبرو، لا ايسلندا، وا 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 الى اخره. العربي فيه؟ نعم العربي فيه. معناته هذا دكتور هاي انتولوجي؟ لحظه شوي، العربي فيه بس شيء فاشل بنحكي عنه بعد شوي، بنحكي عنه بعد شوي. انا مش متذكر انه حتى يمكن ما اتوقعش اني احكي عنه، اذكروني باخر المحاضره هاي بحكي لكم عنها. الجلوبال وورد نت الفكره انه كونستراكت separate word needs for each language contributes from each language encode sorry contributes from each language encodes the same core set of concepts. في كور يعني في اشياء عامه زي مثلا انسان، سياره، في كثير اشياء مشتركه بين اللغات، ها، ف وفي اشياء cultural او language specific، ها. فالهون يعني كانوا الاشياء المشتركه يعني اللي هي عملية التواصل بصراحة، هو ما فيش، هي عبارة عن جمعية ما مش موجودة. جلوبال وورد نت بحاولوا يقولوا اوكي هاتوا نستعمل كذا مع بعض، بس هي بالاخر عمل جمعية. اوكي خلصنا. هلا في وورد نت العربي، هذا احكي لكم عن وورد نت العربي. الوورد نت العربي اللي الشخص اللي عملت، الشخصية اللي عملت الوورد نت الانجليزي اللي اسمها كريستيانا فيلبوم، حضرتوا انتوا المؤتمر؟ برين طبعا فاهمين، هاي من برينستون يونيفرسيتي زي يعني هارفارد واكسفورد و جامعة ريكا. هلا هم دفع لها تساوي الارابيك وورد نت، وعلى فكره الارابيك وورد نت اللي كان اللي بيعملوا فاندنج، عارفين مين يعني اللي وراه كان بيعملوا فاندنج؟ السي اي اي. طبعا كل الابحاث مواضيع اللغه عادة مين بيكون وراها؟ طبعا مخبط. هلا شو اجوا ساووا؟ اجوا الابروش طبعا في شيء غلط وفي شيء بيختلف عن 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 يعني. اجوا على الوورد نت قالوا اوكي هاتوا ناخذ الكلمات وترجمها. قعدوا ترجموا كلمات، بنوا 10,000 كونسبت. بصراحه لحد هلا كل الارتكلز اللي كتبوها، طبعا هي جابت كم من عالم عربي معاها، يعني لما تذكروا عربيك وورد نت طبعا العربيك موجوده، بس بيمثل هم بيقولوا 10,000 كونسبت، لما نزلناها لقيناها 6,000، وهم تعاون الانجليزي ترجمت بس 6,000 كونسبت من ال 117 ترجمات. اتوقع انه انهم كيف اختاروهم، راحوا على لغات زي ال بعرفش بالضبط شو هي، بس مثلا زي ال
الباكستاني، الإيراني، التركي، حتى بجوز العبراني وإلى آخره. الكونسبت أنا بحكي. شيل الأشياء المشتركة مع الإنجليزي معناته هاي the most common. هاتوا نترجمها. ما نجح بصراحة. أنا بعرف ناس إن المغرب حاولوا برضو هلأ يعني بيشتغلوا على العربي كويردت إنهم يعملوا الأكستند. بس لما عرضوا شغلهم ما أنا ما عجبني الموضوع، لأنه هو بدور على سينسيت، بفكر إنه بصراحة مفهوم الكونسبت مش واضح للناس اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع. هذا تعليق يعني. هذا الموضوع فشل. هلا كريستيانا في البوم يعني looking forward إنه يعني إنه في مشروع السيرة إنه إحنا وياها نساوي. بس أنا دخلت بالموضوع هون كأرابيك أنتولوجي مش أرابيك ويردنت. بنحكي شو الفرق بين العرب بين إنه يكون ويردنت وبين إنه يكون أنتولوجي. فما سميتوش أرابيك ويردنت، أنا سميته أرابيك أنتولوجي ودخلت أبني فيه بطريقة ما. طب على كل حال في أي سؤال عشان نختم المحاضرة هاي؟ في أي سؤال؟ لا ما فيش سؤال، بس في تساؤل. 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 سألتك يا بس أنت. سوري. طنشتني يعني. هات يلا. إنه أنا شايف كل وورد نت وأنتولوجي، يعني أنا مش عارف الفرق بين وورد نت وأنتولوجي، يعني ممكن سألها. شو رأيك نخلي هذا للمحاضرة الجاية، لأنه لما نشرح الأرابيك أنتولوجي. آخر محاضرة ظلت علينا الأرابيك أنتولوجي. هلا أكيد 100% تركيزي فيها كله. على ليش ما نبنيش أرابيك ويردنت؟ ليش نبني ليش لازم نبني أرابيك أنتولوجي؟ وهناك بندرس الفرق بين الأرابيك أنتولوجي والويردنت، أو بين أنتولوجي ويردنت. على كل حال هذا لينغويستيك أنتولوجي anyway، يعني حتى لو بدك تسميها أنتولوجي. يعني بعد كم محاضرة صار بالأنتولوجي؟ 6-7 كم ساعة أقول؟ كم ساعة؟ مش قادرين نميز نأخذ مفهوم معين للأنتولوجي، يعني في مشكلة أو يعني في إشي. مش مشكلة. هذا هدفها. في يعني. مش مهم تعرف. أقول لك تقدر تبني. أو أنا مش فاهم يعني جزء آخر. تقدر تبني أنتولوجي. تقدر تبني أنتولوجي. أبغى أقدر أبني أنتولوجي. مبدأ لشيء معين. خلاص. أفهم شو. مليح. أما إنك تعرف. تعريف. لا المفروض في آخر المادة بلا تقدر تعرف. ألا بس أما إن أهم شيء عندي إنك تقدر تبني. في سؤال ثاني على المحاضرة هاي. بتعرفوا أنا حاب أورجيكم. بس كل بس سهل يا بدي انا اورجيكم يا شباب هلا وين طب يا شباب طب يا ابو الحنين انت اعطوني بس دقيقه اشي مفيد جدا لما تكتبه اوبس ما معمول انستليشن عندي يلا جافا ويرد هلا في شيء برنامج اسمه وورد ويب هاي عملت حتى يعني عملته انستليشن سريع هو معمول له انستليشن بس بسرعه بالضبط طلع هذا بصراحه بعد المحاضره هاي المفروض تقدروا انتوا ايش تشوفوا نزل الكاست المفروض تقدروا تشوفوا سوري المفروض تقدروا يا شباب هلا تشوفوا ديكشنري تستعملوا بس هذا الديكشنري كلمة ايش تيبل هذا انترفيس الويردنت بالمناسبة هذا انترفيس الويردنت يا ديما هذا جست انترفيس يعني حد عمل برنامج بس انترستي على الاخر يعني هلا بقول تيبل شو معاني كلمه تيبل كنام قديش لها معنى هذا المعنى هذا مثال على المعنى معنى ثاني مثال على المعنى كناون لها 6 كفيرب لها 3 ماشي هلا لو دعست هون شو انو معنى هذا معناها كجدول 6 بدات هلا شو بجيب لك تقدر تشوف its type of ايش يعني السوبر تايب تبعها قريب والتايبس اللي هم اللي تحتها السونيم بتاعت هاي الكلمه تقدر برضو تشوف اذا كنت التعليم اذا كنت التعليم هاي هذول شو هم خلينا نشوف التايب اوف
كثرة طلع شايفين هاي؟ يا مرام ركزي معنا ها؟ هذول شو هم؟ على معنى رقم اثنين حطيت على معنى رقم اثنين إذا علمته بيجيب لي بس إيش؟ السوبر تايب تبعنا للكلمة تبع رقم اثنين. إذا كنت التعليمي يعني كل شو من السوبر تايب تبعت كل المعاني هاي كل السوبر تايب. لو جيت بعدها مثلا على أري مثلا رحت على أري بجيب لي معناها وسوبر تايب. لو حطيت مثلا هون Word web. It's really interesting إنه الواحد يستعمله. عارفين وين أحسن إشي هذا؟ لما أنت تكتب تبقى تدور على الكلمة. لا هاي مش مليح بدي كلمة أحسن صح؟ تعال هون بصور لك كيف أنا بقدر أرسم. عن جد بصور لك كل علاقات الكلمات. تقدر تدور بالضبط على الكلمة وكأنه تري هاي بس تقدر تعمل يعني براوز لها بالطريقة هاي. منين بنجيبه؟ هذا فري. دوروا اعملوا وورد ويب. وورد ويب دعمل داونلود للوورد ويب. يعطيكم العافية.